برحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام، وبالطبع بنلقي الضوء على المشكلات الأخيرة التي واجهناها في الحقيقة. طبعا تحرك الدولة السريع جدا يمكن هو أكثر ما كان يمكن نلقي الضوء عليه، وأكثر ما كان من تحرك سريع. وبالفعل كان هناك إلمام بالأزمة وخلية الأزمة سرعان ما انتقلت لمكان الأحداث من وقت لآخر. وفي الحقيقة طبعا ده يحسب للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحرك على أعلى مستوى بداية من المشكلات الكبيرة جدا التي واجهناها خلال الفترة الماضية منذ اصطدام القطرين في حادث سوهاج، إلى المشكلة الأخرى في قضية انهيار العقار في جسر السويس. في الحقيقة تحرك على أعلى مستوى، وده يحسب للدولة المصرية قيادة طبعا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. إزاي ممكن نتحدث عن هذا الموضوع، وإزاي ممكن نلم تحرك الدولة وتحرك خلية الأزمة وانتقال دولة رئيس الوزراء مباشرة مع مجموعة من الوزراء المعنيين إلى سوهاج؟ في الحقيقة ده طبعا يعني برغم الألم اللي واجهناه وعتصر قلوبنا جميعا، لكن برغم أيضا ما أفرحنا أن هناك تحرك على أعلى مستوى يكون بجانب المواطن وينصفه في مشكلاته دائما، فبالحقيقة ده يحسب للدولة المصرية. خلينا نشوف هذا التقرير مع حضرتك ونرجع نتواصل في هذا الحوار. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والسيد محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة حادث تصادم قطاري سوهاج، وقد اطلع السيد الرئيس على كافة التفاصيل ذات الصلة بالحادث وملابساته وتطورات التحقيقات الجارية، فضلا عن التقارير المتعلقة بما تم اتخاذه حتى الآن من إجراءات علاجية وطبية تجاه المصابين، وكذا التعويضات للشهداء والمصابين. وقد وجه السيد الرئيس بتوفير أقصى درجات الرعاية الممكنة للمصابين، وصرف معاش ثابت للمصابين بنسب عجز وعاهات مستديمة جراء الحادث، مع صرف التعويضات الملائمة لأسر الشهداء والضحايا. كما وجه السيد الرئيس بتطبيق الإجراءات التي من شأنها أن تحقق التوازن ما بين اكتمال مخطط التحديث الجذري الشامل لمرفق السكك الحديدية على مستوى الجمهورية وما يحتويه من نظم إلكترونية حديثة بالتوازي مع استمرار تشغيل وتسيير القطارات، وذلك لضمان تعزيز معايير السلامة والأمان للركاب مع تقبل إمكانية حدوث بعض التأخير في مواعيد القطارات إلى حين الانتهاء من تحديث المنظومة، وقيام المسؤولين المعنيين بشرح دقيق للمواطنين بكافة التفاصيل ذات الصلة التي سوف يتم تطبيقها في هذا الإطار، حيث إن اكتمال المنظومة بشكل نهائي هو السبيل الوحيد لإنهاء هذا النمط من الكوارث. لإلقاء الضوء مزيدا على تحرك الدولة وطبع خلية الأزمة ومواجهة المشكلات والتعامل معها بشكل سريع والمعالجة الفورية ليها، بينضم لنا في الاستوديو اللي بيشرف بي المشرف بي دايما أستاذنا الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، رئيس المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة والدراسة ودراسات التنمية. شرفنا دكتور. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. ربنا يبارك فيك. دكتور، بنتكلم عن يعني برغم الأسى والألم اللي بيعتصر قلوبنا جميعا بالحدث المأساوي ابتداية طبعا من يوم الجمعة، حدث اصطدام القطارين، لكن في الحال المفرح في الموضوع أو نقطة الضوء المضيئة فيه التحرك السريع وانتقال الدولة المصرية برئاسة رئيس الوزراء والوزراء المعنيين في خلال أقل من ساعتين كانوا موجودين في موقع الحادث وتفقدوا المصابين وصرف تعويضات، ويعني في الحقيقة منظومة عمل متكاملة زي ما بيقولوا. يعني يا فندم خليني يعني اشارك حضرتك واشارك يعني الدوله المصريه تقديم التعازي لاسر ضحايا الحادث الاليم الذي الم بجموع الشعب المصري، وفقدنا الكثير من الضحايا وعدد كبير من المصابين جراء هذه الحادثه اللي يمكن كواليسها لسه لم تتضح بعد، ولكن اعتقد ان هناك
حزم وتوجيه من القيادة السياسية بمحاسبة المسؤول، سواء كان في شق إهمال أو شق جنائي، لكن الحساب سوف يطول الجميع في حالة التورط في هذه الحادثة الأليمة التي عكرت صفو الشعب المصري واستقباله لحدث كبير يوم 3 أبريل، وهو نقل المومياء، والعالم ينتظر هذا الحدث الكبير والمهم جدا في التاريخ المصري الحديث، وهو نقل المومياء من التحرير إلى المتحف الجديد. كل المصريين وكل العالم ينتظر هذا الحادث، وهذا ولكن أو هذه الحدث المهم، ولكن حدث تصادم القطارات عكر فعلا يعني صفو وأمزجة المصريين الوطنيين المهتمين بالشأن المصري، وإن كان قد تسبب في شماتة بعض يعني الأعداء والمتآمرين على الدولة المصرية. في كل حالات نحن أمام تحرك وتوجه واتجاهات وسياسات جديدة للدولة المصرية في التعامل مع الأزمات والكوارث. بداية الأستاذ عمرو، هو ما حدث ليس أزمة وإنما هو كارثة، لأنه الأزمة لا ترتبط بالموت. صحيح. يعني الأزمة ترتبط بمشكلات، يعني في أزمة أنابيب، أنا مش قادر أجهز الأكل بتاعي، في أزمة مش عارف سكر، أنا مش قادر أشرب الشاي مسكر، واخد بالك؟ يعني تحصل مشكلة. لكن الكارثة بتبقى إما كوارث طبيعية أو كوارث مصطنعة، أو كوارث يعني مصطنعة من فعل البشر، يعني من فعل البشر، العنصر البشري داخل فيها، داخل فعل العنصر البشري بشكل طبيعي. فالكارثة مرتبطة ببقاء الإنسان على قيد الحياة، بتهدد حياته بشكل مستمر، زي الكوارث الطبيعية، السيول والمجرات والحاجات اللي بتحصل، والزلازل والبراكين، دي كلها كوارث طبيعية. لكن الكوارث اللي داخل فيها الإنسان زي حادث القطار، وهو كارثة تؤدي بحياة الكثير من البشر، نتيجة إما بفعل جراء تدخل بشري بشكل إجرامي في شق جنائي في هذا الموضوع، زي ما قال لك بل في الخطر أو غيره، لسه لحد دلوقتي الموضوع يعني محض دراسة وبحث، أو إنه بسبب إهمال مسؤول، أو سواء كان مسؤول عن الصيانة أو مسؤول عن إدارة السكة الحديد أو مسؤول عن توجير قطارات أو غيره. لكن هو في كل الحاجات، يعني في كل الأحوال، في كارثة. أن ما حدث ليس أزمة وإنما هي كارثة. هذه الكارثة تاخد شق تاني، هو المصيبة. تيجي تقولي طب هي كارثة ولا مصيبة؟ أقول لك كارثة ومصيبة في نفس الوقت. ليه؟ لأنه تطور المصيبة يعني تراكمية. يعني حاجة أهملتها ترتب عليها حاجة أهملتها، ترتبت عليها حاجة أهملتها، وصلتك لمصيبة. بنقول أنت محتاج، إن لم تشبع الاحتياج يتحول إلى مشكلة. أنت محتاج حاجة معينة، محتاج تاخد نوع معين من الفيتامينات في الجسم، ما خدتهوش، زي طفل لازم ياخد كالسيوم ما خدش الكالسيوم، بيعيا يحصل له هشاشة في العظام، بتحصل مشكلة. إن أبدأ أتدخل فيها، مين أتدخل فيها؟ عايز طبيب، وعايز صيدلي، وعايز علاج، وعايز عربية توديني، وعايز وقت، وعايز فلوس. فتحول الاحتياج إلى مشكلة. المشكلة إن لم يتم مواجهتها تتحول إلى مصيبة. صح. إيه هي المشكلة؟ المشكلة إنه هو أنت وديت له الدكتور، الدكتور قال ده محتاج علاج معين، أنت ما جبتش العلاج. الطفل اللي عنده هشاشة حصل له شلل أطفال، بقى كارثة مش كارثة؟ كارثة. طفل هيعيش معاق. صح. بدل ما كنت شغال على الطفل بس في الأول تديله بأقل حاجة الفيتامين، أنت ما اديتلوش أصلا، وبعدين لما تعبه وبدأ الجسم يقول لك أنا محتاج، أنت مهتمتش وسبته برضو ولم تهتم بهذا الموضوع، فتحول إلى إيه؟ كارثة. تحول إلى مصيبة. تمام. لأنه محتاج مش بس تدخل الأسرة، المجتمع كله محتاج يتأهل، زي ما أنت دلوقتي محتاج تصرف معاشات استثنائية للمصابين، محتاج اللي يعيش معاق طول حياته التعامل معاك أجهزة تعويضية، اللي مات هتعمل له تعويض، أبنائه، المجتمع كله إذن هيصبح شريك في هذه المصيبة. نتيجة إيه؟ نتيجة إهمال في البداية، إنك أنت عارف الاحتياج ولم تشبعه. صح. عارف المشكلة ولم تواجهها. طب تعال نطبق ده على مجال ما حدث في السكة الحديد. البلد محتاجة خط سكة حديد عشان يربط الأقاليم ببعضها، هذا احتياج. تمام. بس احتياج محتاج ايه؟ صيانة، محتاج مراعاته للوقت، فريق عامل بشري مدرب على اعلى الكفاءة ومتابعة جيدة. ما حصلش، بقت تحصل بعض المشكلات مع القطارات، لم ننتبه
ولم نتابع ولم نحل المشكلة، ما أهلناش البنية التحتية لخط السكة الحديد. النتيجة إيه؟ النتيجة حدثت إيه؟ الكارثة أو المصيبة، فمات هذه الكوارث التي تكررت. أنت عارف عندك من سنة 2006 ل 2016، 2006 ل 2016 حدثت كام حادث قطارات حسب يعني إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وهيئة السكة الحديد؟ 12200 12246 مثلا، ده الرقم 12000 في 10 سنين بس، قسمهم كده يعني في السنه الواحده حوالي 1000 وكسور يعني يعني عشان بس الناس ممكن تستغرب الرقم. في حوادث ما بتسمعش، ما بتخلفش ضحايا، بس هي حادثه، هي محسوبه، بس انذار، يعني هو بس جرس انذار زي ما بيقولوا. هو جرس انذار وانت لم تنتبه ليه. ما انت انتبهت ليه حادث قطار العيد، لانه راح ضحايا كتير فيه قبل كده، لكن انت لم تنتبه الا للكوارث. للكوارث، ولكن المشكلات انت حسبت لي الحوادث دي كانت ترقى الى مصطلح مشكله، ولكن لم تتحول الى ايه؟ الى كارثه. تمام، لكن لما اهملتها تحولت الى كارثه او مصيبه. طيب، اعتقد احنا كده قدرنا نفرق ما بين الازمه وبين المشكله وما بين المصيبه وما بين ايه؟ الكارثه. طيب، ده بشكل عام يا دكتور، اكيد طبعا في تحقيقات للنيابه العامه، والنائب العام شخصيا كان راس وفد قضاء رفيع المستوى من النيابه العامه، وهو في تحقيقات جاريه الاداريه، وواضح ان في يعني السيد كامل الوزير كان ليه تصريحات بالامس، يعني ان واضح ان في حقيقي في اشبه بان هي شق جنائي، بس ده طبعا هنتركه للنيابه العامه. عايزين نتكلم على سرعه التحرك من المعنيين، يعني كنا الاول، خلينا لو خدنا بالمقارنه بسيطه كده دكتور، نرجع لما سبق، يعني عبرت السلام وحضرتك تتذكر طبعا. استغاثات متواصله والناس بتموت في البحر، والسفينه غرقت سنه 96، ولمده 6 أو 7 ساعات لم يتحرك ساكن من الدوله انذاك، رغم التحذيرات ورغم الاشارات للانطلاق. احنا بنتكلم على اقل من ساعتين كان رئيس الوزراء والوزراء المعنيين موجودين في موقع الحادث بيتابعوا بيتفقدوا. خلينا نتكلم عن شهامة المصريين دي في السؤال اللي جاي، لكن انا اتكلم على تحرك الدولة بشكل عاجل، والرئيس كان مهتم شخصيا، وتوجيهات للمكان، ورئيس الوزراء موجود، الوزراء المعنيين، ده بيديك ان هو الوطن المصري لا اصبح غالي جدا وروحه غالية، واللي حصل ده مش هيمر مر الكرام زي ما بيقولوا يعني. صحيح. طبعا الدولة المصرية حتى قبل هذه يعني هذا الحادث ما كانتش بتتكلم عن إدارة الأزمة. بدأت مصر تتطور وترقى إلى مصاف الدول المتقدمة أنها تستثمر في الأزمات، تستثمر وليس تدير الأزمة، وإن الأزمة إحنا نقدر من خلالها نحقق مجموعة من المكاسب المهمة. الحدث في حادثة القطار إنه في تحرك مش بس من الحكومة، من القيادة السياسية رقم واحد. القيادة السياسية إدت توجيهات سريعة للحكومة بسرعة التحرك، ده بتوجيه من القادة السياسية، لكن في ناس ما صبرتش توجيه القادة السياسية زي المجتمع المدني، الجمعيات الأهلية اللي بدأت تتحرك، شركات رجال الأعمال والمسؤولين، المواطن العادي اللي بدأ يتحرك. اللي حدث هو تحرك تكاملي ما بين رئيس الوزراء وتقريبا 4 من السادة الوزراء في مقر الحادث داخل محافظة سوهاج، زيارات تفقدية لموقع الحادث، سرعة انتشار الجثث، نقل المصابين وتوزيعهم على 12 مستشفى، طيارات بتنقل الإسعافات الأولية من القاهرة، طيارات تابعة للدولة المصرية في غضون بيتكلم في دقائق ما وصلناش ساعات. تمام، بتنقل العلاج ووسائل الإغاثة بشكل سريع إلى المستشفيات، كل المستشفيات تم إمدادها بالكامل بكل ما يلزم وإخلاء حتى إغاثة إخلاءه من الموقع للقاهرة، تم إخلاءه برضو القوات المسلحة شاركت يعني سريعاً تم نقل الجثث وانقاذ ما يمكن انقاذه في هذا الموقف. انت بتتكلم على بال ما جات طائره السيد رئيس الوزراء انتقلت، اعتقد كان الموضوع يتجاوز ساعتين اقل من ساعتين، اقل من ساعتين كان في موقع الحادث، مسافه الطريق زي ما بيقولوا يعني. كانت الدنيا زي مصطلح الرئيس فركه كعب، فركه كعب بجد، كانت الحكومه كلها موجوده في موقع الحادث، كل واحد بيأدي دوره، السيدة وزيرة الصحة، السيدة وزيرة التضامن، السيد يعني وزير النقل لعب الدور، السيد وزير النقل، كله ده كان موجود في موقع الحادث. يمكن السيد وزير النقل كان موجود في البيان في المؤتمر الصحفي اللي اتعمل في سوهاج، كان وزير النقل كان موجود في موقع الحادث، يمكن ما حضرش المؤتمر الصحفي لانه كان في الحادث بنفسه موجود داخل موقع الحدث وبدي توجهاته ليه، طبعا رفع الانقاذ ومحاولة طبعا ايه انقاذ ما يمكن انقاذه في البنية التحتية وفي البنية البشرية الموجودة. تأهيل المستشفيات السريع
تحركات المجتمع المدني اللي بدأت تغيث بقى بكل ما يمكن الجمعية الشرعية، مصر الخير، جمعية الأورمان، بنك الطعام المصري، وزارة جمعية الهلال الأحمر المصري، وخلت قافلة كاملة تم نقلها. السيدة وزيرة التضامن وجهت كافة القوافل الطبية الموجهة إلى المحافظات بسرعة التوجه إلى تغيير مسارها والتوجه إلى محافظة سوهاج لإنقاذ طبعا الضحايا وتقديم كافة المساعدات المطلوبة وصرف مساعدات نقدية بالنسبة للناس. أول حاجة هتكلم عنها فكرة التكامل ما بين قطاعات الدولة. الوزارات كلها كان في تكامل وليس العمل بجزر منعزلة، وده اللي قلل أو خفف من حدة الكارثة. هو التكامل، التكامل أدى إلى توفير الوقت والجهد والمال بين القطاعات. نتكلم عن سيد وزير البناء، سيد وزيرة التضامن، سيد وزيرة الصحة، الثلاثة موجودين طبعا بالإضافة إلى المحافظة التي حدثت فيها الكارثة الموجودة. الحاجة الثانية التكامل ما بين القطاع الحكومي والقطاع الأهلي، إنه بدأت المؤسسات الأهلية تتحرك بشكل منتظم، ويمكن تواصلوا معانا بشكل واضح، وقلنا التحرك بيتم من خلال بتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي بحيث تقدر يحصل تضافر في الجود بين الجامعات الأهلية، محدش كل واحد يجي من نفسه، هنحصل تكرار في أماكن معينة وحرمان في مناطق أخرى، لكن التضامن عملت خريطة لتوزيع الجمعيات الأهلية بحيث كل جمعية تبقى مسؤولة عن قطاع معين وعن منطقة معينة، لأن الذين أصيبوا في هذه الكارثة ليسوا من سوهاج لوحدها، هم من سوهاج والأقصر والقنا وأسوان، وبالتالي أنا بوزع كل الجهود دي على مستوى الأربع محافظات اللي هو منهم أساسا هذه الكارثة. حصر الضحايا والمصابين ومعرفة أماكنهم ونسبة الإصابة فيهم علشان أقدر أقدم مساعدات عينية أو مساعدات نقدية، كان ده بيتطلب موضوع مهم جدا بيتم طبعا بين وزارة النقل مع وزارة الصحة، نقدر نعرف بيانات المصابين والضحايا بشكل واضح عشان أقدر أقدم لهم المساعدات. التكامل الثاني ما بين الأفراد العاديين اللي هو وازع التطوع، سواء كانوا أطفال أقل من 12 سنة أو 13 سنة أو الكبار، كله توجه وشفنا حملات التبرع بالدم. لا ده بالنسبة لحضرتك طبعاً. إن المشهد ده يعني تم تداوله بشكل واسع جدا جدا وتقنص واسع في العالم، انه بيتكلموا على شهامه المصريين وجدعنه المصريين، ان المستشفيات تقول ما عندناش مكان حد يتبرع بالدم تاني، ما عندناش يعني عندنا ما يكفي ويفيض عن الحاجه، هنكلمكم بكره لو احنا محتاجين. صحيح. المشهد ده كان منتشر جدا، الناس واقفه بتقول يا جماعه بيوتنا مفتوحه، اللي ما عندوش بيت يبات، احنا بيوتنا كلها مفتوحه جنب المستشفى، يعني اشتغلوا بكل السبل اللي ممكن. صحيح. كان الاكل والشرب لكل الناس اللي موجوده او حتى اهل المصابين اللي موجودين، اكل وشرب وعصائر وكله غير توفرت، بيوت ومأوى توفر، دم كان متوفر. ده يدل قد ايه احساس المصري باخوه، يعني التكامل بين شرائح المجتمع زي ما بيقولوا. يعني دايما استاذ عمر يعني معادن المصريين تظهر في الحوادث. صح. يعني في الازمات والمواقف، سيبك يتكلم بقى ويحتقن وينتقد، لكن في حقيقه الامر عند الشده بتلاقي المعدن الحقيقي للمجتمع المصري. حضرتك يمكن لو يعني طلعت من 5 يوليو 67 لحد 73 الشعب المصري كان عامل ازاي، حاله حزن لحد ما حقق الانتصار. المجتمع المصري معادن وطنيه حقيقيه لا تظهر الا في الكوارث والازمات والمواقف الصعبه. اللي حصل وقلل من حده هذه المصائب انه المصريين والحكومه كانت عامله حساب كل حاجه. مثلا لو اسر ضحايا محتاجين عربيات نقل موتى، هل المستشفيات ممكن تبقاش متوفره فيها هذا العدد من العربيات؟ تم الجامعات الاهليه زي الجامعات الشرعيه توفير عربيات لدفن الموتى ونقلها الى محافظاتهم، عربيات جاهزه. اثنين، بعض الاسر جايين ياخدوا جثث الضحايا ومحتاجين يباتوا، محتاجين توفير اماكن للمبيت والاستضافه بالاضافه الى المصابين كمان اللي هم تم نقلهم المستشفيات اسرهم جات علشان تزورهم، هيباتوا فين؟ تم تجهيز، تم الاتفاق مع بعض المؤسسات الاهليه وفرشها بالكامل ببعض الاسره وتجهيزها بالكامل، وبالاضافه الى بعض المواطنين تبرعوا ببيوتهم واماكن لاستضافه الاسر المصابين فتره مش قليله لحد ما مزاويهم يخفوا ويعني يشفوا بمشيئه الله ويعودوا الى منازلهم. تم توفير ده، الكلام ده ما كانش موجود قبل كده. فكره الرؤيه التكامليه بيسموها الهوليستيك فيجن، يعني الرؤيه الكليه للتعامل مع الكارثه. انت كنت بتتعامل معاها في حته معينه، انت عايز يعني كم واحد مات هتدي له اعانه، وكم واحد مصاب هتدي له برضو اعانه، لكن فكره الرؤيه الكليه حتى التفكير في اسرته في اولاده، احنا بنفكر انه حتى اللي محتاج بعد كده لا قدر الله محتاج جهاز اعاقه، عندنا كل التوجهات وكل الدعم من معالي وزيره التضامن انه يتم تزويد يعني اي معاق
يعني بقطع او باجهزه تعويضيه باجهزه تعويضيه، بالاضافه الى الحقيقه برضو النهارده كان يعني بالامس كان في قرار من الرئيس بمعاش استثنائي بكل نعم. حسب اصابته وكل حسب اللي حصل له والعجز اللي صابه هيكون في معاش ليه. ده طبعا يعني اصل هو ده قضاء وقدر، ما فيش بايدينا غير ان احنا نتدخل غير بالحاجات اللي نقدر نعملها. احنا يعني عندنا نسب طبعا الرئيس قال لك طيب. المعاق ياخد معاش كامل اللي هو 100% حسب. طيب هستأذنك ان احنا بس نسمع رأي دكتور حسن المهدي استاذ هندسة الطرق والمرور في هذا الحدث الأليم. دكتور حسن برحب بحضرتك. اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك دكتور. يعني بعيدا طبعا احنا لا نستبق تحقيقات النيابة العامة، لكن احنا بنحلل في ضوء ما سمعناه او ضوء حتى ما صرح به معالي الوزير كامل الوزير وزير النقل، قال ان هو حدث ان تم في القطار الامامي يعني شد احدى الفرامل الطوارئ في احدى العربات، وتم يعني محاولة من سائق القطار الاول ان هو يشوف فين المشكلة ويحلها، جه القطار الثاني واصطدم بيه رغم التحذيرات المسبقة للقطار، لكن هو ما خدش الحذر او ما كانش متواجد، يعني مش عارفين المشكله فين بالظبط. دكتور حسن بشكل عام حوادث الطرق والحوادث اللي بتحصل في القطارات بتكون دايما اليمه ومنها الحد ده، دكتور ليه تحلل لنا كده الموضوع بشكل يعني ده يمتد لتحقيقات النيابه يعني. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا دكتور. طالب تعليمنا الاسره الضحايه يكتب الشفاء العاجل حادث مصر كلها حزنا هذا والقضاء. طب دكتور حسن معلش ممكن حضرتك بس تتحرك يعني يمين او شمال بس عشان نسمع حضرتك كويس، الصوت بس بالنسبه لنا مش واضح. مسببات حوادث كويس كده اتفضل يا دكتور. مسببات حوادث الطرق فمفيش داعي ان احنا نجمع ما بينهم الاثنين، لكن حوادث القطارات ليها مسبباتها اللي بتشمل العنصر البشري والنظم اللي بيتم بيها اداره حركه القطارات على الشبكه، بالاضافه الى الوحدات المتحركه ومدى توافر عنصر الامن والسلامه بهذه الوحدات. فما حدث في حادث هذا القطار هو بعيد عن مناطق المزهان وكان نتيجه توقف مفاجئ او طارئ لاحد القطارات، واصطدم في قطار اخر قادم من الخلف، وواضح من قوه الصدم ان القطار اللي جاي من الخلف لم ياخذ اي حذر او ما وصلتوش اي تحذير، بدليل انه لم يبدا حتى في استخدام الفرامل، لان القطر عشان المشاهد الكريم يبقى عارف اللي بيمشي بسرعه 120 كيلو متر في الساعه بيحتاج تقريبا من كيلو لكيلو ونص يعني عشان يتوقف، يعني غير العربيه ممكن 200 متر ولا 300 متر تقف، انما بالنسبه للقطر الوضع مختلف تماما. فهنا في مشكله ترتبط ما بين نظم التحكم والاداره اللي هي متمثله في البلوكات والسيناكورات والاي تي سي اللي موجود داخل القطر والملفات الارضيه اللي راكبه في المطبان. المفروض ان عندما توقف القطار الامامي ان هو اعطى اشاره الى البلوك والى برج التوجيه والى العاملين في اداره الحركه ان هو عنده عطل مفاجئ او توقف مفاجئ، وبالتالي بتنقل هذه الاشاره بشكل فوري للقطارات القادمه خلفه حتى يتم اغلاق السكه، ومن خلال السيمافورات كمان ان هو ممكن يديله اشارات ان في عندي مشكله او عطل في السكه، فبالتالي لابد من التوقف الحتمي. هذا الامر لم يتم بالنسبه للقطار القادم من الخلف وكان ماشي بسرعته القصوى، قد يكون نتيجه وجود مشكله في العنصر البشري ونقل المعلومه ليه او في النظم الاليه المتبعه حاليا لنقل هذه المعلومه للقطار القادم من الخلف. بشكل عام الدوله شغاله من 2014 على تطهير هذا المرفق اللي كان على شفا الانهيار، وكان مديون للدوله ب 55 مليار على مدار الحكومات والوزراء المتعاقدين. هذا المرفق يتم تطويره وتطويره بخطوط الثابته لا تعتمد على اشخاص، يعني ما بتتغيرش بتغير المسؤول سواء رئيس هيئه او وزير او خلافه، لان التطوير هنا هي خطه الدوله، وهذا التطوير شمل غلق مزدحمات خطره واصلاح الضام وتطوير نظم تحكم واشارات، واحنا استقبلنا للتطوير، ويمكن دوله رئيس الوزراء لما اشار ان المشكله عندنا ان احنا عندنا الاف الكيلومترات، احنا عندنا تحديدا 9500 كيلو متر من السكه الحديد علشان. طيب دكتور حسن السؤال اللي بيطرح نفسه الوقت ده، يعني احنا بنتكلم عن
يعني خلاص هذا الموضوع زي ما بيقولوا فات، يعني بنتكلم على القادم بقى. جزء التطوير بقى يا دكتور، يعني الجزء الخاص بالتطوير بقى، الجزء اللي احنا نقلل العامل البشري في إدارة القطار، او ان احنا ممكن يكون هل اشبه مثلا برادارات، اشبه مثلا برسائل اذا كان في اي مشكلة حصلت، هل ده ممكن يكون قابل للتنفيذ فعليا خلال الفترة القادمة؟ القادم حطناه في شدة من زمان، لكن نأمل ان المواطن يستحمل، وكمان السكة الحديد واداراتها تستجيب. يعني احنا قلنا مرارا ان الموضوع يتمثل في ان انا اقلل سرعات على الطوالي اللي هو السد العالي اسكندريه، وانزل السرعه 80 كيلو متر في الساعه حد اقصى، واعلن للناس ان هيبقى في تاخير بالساعتين وبالثلاثه علشان خاطر امانك وامنك افضل من ان انا اوصلك بدري وما توصلش. جنبا الى جنب مع خفض السرعات اقلل عدد الرحلات. انا عندي 856 رحله على مدار اليوم على شبكه سكك حديد مصر، بعضها مع الوقوف ركاب كافي. ممكن الغي هذه الرحلات واركز على الخطوط الطوالي، وازيد من الاجراءات الاحترازيه على هذه الخطوط مع خفض السرعات الى 80 كيلو كحد اقصى، والاستمرار في اعمال ميكانه نظم التحكم والاشارات، لان ده الجانب الوحيد اللي هيخليني احيد العنصر البشري، ويبقى المنظومه بتاعت اداره الحركه فولي اوتوميتد. يعني الحادث زي بتاع امبارح ده، لو انا كان عندي نظام الانشارات الالكترونيه مكتمل، انا كان ممكن من غرفه التحكم اوقف الاشاره القطار القادم من الخلف، حتى لو السواق لم يستجيب للرسائل الصوتيه او ايا كانت اللي راحت له، لان هيبقى عندي سيطره على اداره هذه الحركه، زي العربيات الجديده اللي بيبقى فيها اوتو درايف. لو حضرتك حد قرب من العربيه بتلاقيها فرمانت لوحدها. هذا الكلام يمكن تطبيقه، لكن انا بقول الموضوع محتاج حاجتين. محتاج ان المواطن يستحمل الهيئه، لان البديل ان انا اوقف السكه الحديد، وانا مش عايز اوقفها لان انا عندي مليون راكب في اليوم، يعني 30 مليون راكب في الشهر. هذا الكلام لو راح على النقل البري هيعمل لي مشكله ثانيه، ان الاسعار هتزيد وهيبقى في تكدسات، والنقل البري لن يستوعب ذلك. صحيح. انا نستحمل بعض علشان نطور المرفق والامور تمشي بشكل امن الى ان ينتهي التطوير. نعم. اشكرك شكرا جزيلا لهذا التحليل دكتور حسن المهدي، استاذ هندسه الطرق والمرور، شكرا جزيلا لحضرتك. أروح لموضوع آخر مرتبط برضو بالأزمة اللي احنا شفناها على مدار الأيام الماضية. بروح لقناة السويس. قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع إن الهيئة اتخذت عمل لتحريك السفينة الجانحة بقناة السويس مرتبط بعملي المد والجزر في المجرى الملاحي، وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اللي عقده الرئيس الهيئة حول جهود تعويم السفينة الجانحة بمجرى قناة السويس. نتابع مع حضراتكم. جهود متواصلة من هيئة قناة السويس لتعويم السفينة البنمية العملاقة الجانحة باستخدام الأساليب العلمية والمنهجية، والتي وضحها الفريق أسامة ربيع خلال المؤتمر الصحفي في محاولة لتعويم الحاوية العملاقة بأسرع وقت ممكن. الساعة 10:30 امبارح بالليل رفص المركب اشتغل، شغلناه فول هيد الأمام، والدفة اشتغلت لليمين واليسار، وبدأ مؤخر السفينة يتجاوب ويتحرك في اتجاه السويس. وكده دي كانت بوادر ايجابيه، وكنا بدانا نشعر ان احنا ممكن نخلص الازمه دي امبارح بالليل، يمكن على الساعه 11 او 12 بالليل احنا كنا شغالين. بعد كده حصل جزر كبير جدا وصل متر و80 سنتي، وبالتالي كل الجهود اللي احنا كنا عملناها توقفت عند هذا الحد زي ما هي، وما بقيناش قادرين نشتغل بالاطارات الشد والجزم. بدأنا ندخل الكركات تاني عشان تزود العمق اللي كان شغال عليه، بدل 13 متر يبقى 18 متر. الانتهاء من إزاحة وتكريك 13 ألف طن من الرمال المحيطة بمقدمة السفينة، والبدء في مواصلة أعمال التكريك مرة أخرى لتصل إلى تكريك 18 ألف طن من الرمال، مع مراعاة سرعة الرياح والمد والجزر لمتابعة سبل تعويم السفينة الجانحة. كنا غرفة عمليات من مختلف التخصصات للهيئة الوضع خطة العمل اللي احنا هنشتغل بيها. أول حاجة فيهم كانت الغطس عشان نشوف شكل القاع للسفينة عامل ايه، والمسح الرفع المساحي. أساسه اتخذنا الخطة ان احنا نستخدم قطارات للشد والتكريك والحفر حول مقدمة السفينة، لان احنا لو نعرف طبعا ان العماق في منتصف القناة بيوصل حوالي 24 متر، ولكن على الأجناب اللي حصل فيها الجنوح لمقدمة السفينة والخلف السفينة بيتراوح فيها من 2 إلى 5 متر. وفي ضوء الجهود المبذولة، أكد الفريق أسامة ربيع على إشادة الشركة الهولندية المتخصصة في مجال الإنقاذ البحري بالخطوات المتبعة من قبل هيئة قناة السويس.
ان احنا كمان دايما بنطور في الوحدات اللي عندنا وبندور في الامكانيات والمعدات. يعني يمكن دلوقتي في الكراكه مهمه ميش اتحركت من هولندا، دي احنا كنا عاملين كراكتين في هولندا في شركه اي سي، فاحدث كراكتين هيبقوا موجودين في الشرق الاوسط. دايما بنحب نزود القدرات بتاعتنا، ما بنقفش عند حاجه واحده. في 5 قطرات بنعملهم في مع الصين مع شركه جوانزو. برضو البلاد يعني احنا عندنا قدرات وعندنا امكانيات، لكن برضو احنا مش ساكتين، احنا بنزود القدرات دي. في 3 فنشات مكافحه التلوث من فرنسا خلال الشهر ده برضو هيوصلوا. وفي ختام المؤتمر أهاب الفريق أسامة ربيع بعدم الالتفات للشائعات وتحري الدقة فيما يتم نشره بخصوص هذه الحادثة. أحمد سعد الدين، النيل. مرحبا بحضراتكم جديد، بجدد ترحيبي مرة أخرى بضيفنا الكريم دكتور صلاح هاشم. دكتور صلاح، بننتقل لموضوع تاني برضو كانت أزمة كبيرة جدا وبتكلف مصر يمكن خسائر يومية كبيرة للغاية، وهي طبعا جنوح إحدى الحاويات السفن الحاويات العملاقة جدا، أكبر حاوية يمكن في العالم، جنحت في قناة السويس وبالتالي عطلت مجرى الملاحة، وشايفين قد إيه ازدحامات كبيرة جدا من السفن بالأقمار الصناعية في توقف شبه كامل حركة الملاحة أو جزء أو أثر كبير على حركة الملاحة عالميا. شايف حضرتك برضو التعامل مع هذه الأزمة كان عامل إزاي، وتحرك الدولة بشكل سريع جدا لحل هذه المشكلة الكبيرة جدا في مجرى قناة السويس؟ هو طبعا الدولة يعني تعاملت بشكل جيد جدا في إدارة الأزمة، ولكن الدولة كانت بدأت يعني تفطن إلى هذه المشكلة منذ حفر التفريع الثاني من قناة السويس، وكانت كنا متوقعين يعني تكرار مثل هذه الأزمات، وكانت في ناس بتستهتر بتقول لك والله احنا مش محتاجين تفريعة ثالثة بعمق يعني أطول تحت علشان نقدر السفن العملاقة تقدر تعدي، كانت ناس مش مصدقة هذا الكلام. أعتقد أن هذه الحاوية جاءت لتعرف المصريين أن الدولة كانت لديها دراسات مستقبلية تتوقع حدوث الأزمة قبل وقوعها، وده اللي حصل في هذه الكارثة. الدولة بدأت تتحرك بشكل جيد، ولكن ما كانتش فيه التغطية الإعلامية الكاملة بشكل واضح عن المشكلة، وده أدى إلى أن بعض الدول يعني بدأت أنها تتدخل وتطلب بعض المساعدات، وكان في تصريحات طبعا للإصطياد في هذه الأزمة. كان المفروض يكون في الجهود اللي عملتها الدولة كانت عايزة تتابع بشكل جيد، مش من قناة واحدة أو من تلفزيون واحد، لا، من كافة القنوات المصرية الموجودة سواء التابعة للحكومة أو التابعة للقطاع الخاص، يعني التطور الأزمة لحظة بلحظة علشان يطمئن العالم، لأن هذه الأزمة ليست أزمة مصرية خالصة، وإنما أزمة مصرية لها أثار وتوابع عالمية أدت إلى أن حتى البيت الأبيض نفسه يصدر تصريحات بشأنها باعتبار أن أمريكا أكبر اقتصاد في العالم، وبالتالي تأثر بشكل أو بما بهذه الأزمة. أنا شايف أنه التحرك كان يعني يرقى بالدولة المصرية بشكل كبير. الحاجة الوحيدة اللي كنا احنا بنوصي بيها أنه يكون في هذه الأزمات والتغطية لازم يكون في تنسيق كامل، ويكون في تغطية خطوة بخطوة، علشان المشكلة ما بتهمش بس مصر، هي بتهم العالم. مش المصريين عايزين يطمئنوا على الحاوية عملنا فيها ايه، لكن العالم كمان عايز يطمن المشكلة فيها ايه. كنا معتقدين نعقد مؤتمرات صحفية دولية بشكل مستمر وليكن على مدار الساعة، ان العالم كله يعرف ان مصر مش ساكتة والنجاحات اللي تمت. الجاب الصغير ده بس هو اللي كان ملحوظ، لكن مصر تعاملت مع الأزمة بكل مكوناتها، استخدمت أحدث التكنولوجيات وصرحت تصريح بأن مصر لا تحتاج إلى مساعدات دولية، وأنها تمتلك كافة الأدوات التي تساعدها للخروج من هذه الأزمة. فمصر يعني بفضل الله تجاوزت هذه الأزمة بجهود ذاتية، رغم أن كان هناك عروض من أمريكا، عروض من تركيا للتدخل، لكن مصر رفضت كافة المساعدات الدولية وقالت أنها تمتلك كافة الأدوات التي تعينها للخروج من الأزمة. وده في حد ذاته إنجاز تاريخي، إن أنا في معظم أزماتي مش محتاج. أنا دلوقتي مصر وصلت إلى مرحلة الاكتفاء، عندي كافة المعدات، عندي التكنولوجيا المتقدمة موجودة، مش عايزة مساعدات. ويمكن ده ربما يؤدي إلى احتقان من بعض الدول، لكن يعرف العالم إلى ما وصلت إليه مصر أن مصر الآن أصبحت دولة قوية قادرة على الاعتماد على الذات في مواجهة مشاكلها وحتى التوقع بأزماتها. وزي ما قلت أنه حادث اللي بيحصل، الحادث بتاع قناة السويس، هو كان حادث متوقع من ساعة ما فكرنا في المخطط الاستراتيجي لقناة السويس والتفريعة
الثالثة، كل ده كنا متوقعينه وكنا بنشتغل عليه بشكل جيد. ويمكن الفترة اللي فاتت ما شاء الله قناة السويس حققت أكبر عائد لها على مدار على مدار التاريخ. يمكن أنا مش هكون مهرج لو قلت إنه جملة الأزمات التي تعرضت لها مصر في الأيام الأخيرة يدل على هذه الدولة دولة محسودة يعني. والحسد هو إننا يعني كمية النجاحات التي تحققت خلال الأشهر والسنوات الماضية، كافة الأزمات التي واجهتها مصر بداية من كارثة الإرهاب الأسود الذي يهدد قيام والدولة المصرية واستقرارها وأمنها، ارتفاع معدلات الاستثمار، الإنجازات حتى بما فيها التوجه نحو تطوير السكة الحديد ودخول القطار الكهربائي والربط الشبكي ما بين المحافظات وتوسيع الطرق البرية. ما كل ده توقع ان احنا بدأنا نتوقع بالأزمات، احنا كنا بنتعامل أزمة بأزمة. دلوقتي لدينا بحوث ودراسات مستقبلية تقول احنا رايحين لفين. يمكن الظروف مش مساعدانا شوية يعني، بتضغط علينا علشان نسرع أكتر، لكن 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 احنا لو لكن احنا ماشيين في الطريق السليم يعني. أعتقد خلال الثلاث سنوات القادمين معدل الكوارث لما تيجي هتقيس بقى على مدار 10 سنين، كنا بنتكلم عن 12,246 ألف في 10 سنين من 2006 ل 2016. أنا أتوقع من 2030 هيكون معدل الحوادث يعني لا يذكر على اليد الواحده بسبب التوسعات التي حدثت في الطرق البريه، خط تاهيل 56 مليار لتطوير السكه الحديد، دخول القطار الكهربائي. كل ده احنا متوقعين بهذه الازمات ومصر شغاله، بس بتحصل حاجات مفاجئه ومباغته تمام لم تكن في الحسبان. وجود مجهولين متسببين في هذه الكوارث امر موجود ومطروح جدا. اهل الشر موجودين زي لا موجود يعني. ومطروح. وبالتالي انا مش يعني انا شغال حاطط عيني على كل حاجه، بس طبعا احيانا في حاجات طبعاً مش متوقع طبعا ده موجود يعني. في كل الدول في العالم بالزبط. يعني مش موجود في مصر بس يعني. طيب. هذه الفكر التآمري موجود طبعا في كل دول العالم. طيب دكتور، عشان ده لازم نستغل دقيقه او دقيقتين اللي فاضلين، ازاي ممكن نستثمر في الازمه بعد ما اتضح لينا وعن كثب ان خليه الازمه واداره الازمه السريعه بتحل مشاكل كتير جدا، ازاي ممكن نستثمر فيما حصل ان احنا ننمي ونطور من موضوع الازمات وخليه الازمات؟ افضل استثمار حدث، انا هدي نماذج حدثت بالفعل. اول استثمار حدث في ازمه القطار هو اعاده بناء جسور الثقه ما بين المواطن والدوله والحكومه. صحيح. وهو التحرك السريع اللي تم مع المواطن، وزي ما حضرتك تفضلت من شويه انه المواطن اصبح له وزن نسبي مهم جدا لدى الدوله. ادى رئيس الحكومه يتحرك بنفسه في الوقت والحال ليكون في موقف في موقع الحدث مع كافه الوزراء المعنيه، مع تدخل السيد رئيس الجمهوريه بتشكيل لجان بنفسه في الحال للتحقيق في الموقف، مع توفير كافه المساعدات داخل المستشفيات وفتحها بالكامل. ده بيخلي المواطن يشعر انه يعيش في دوله بتحترم وجوده وبتحترم كيانه. وبناء جذور الثقة يعني تعميم جذور الانتماء، يعني التحرك الدولة المصرية كصف واحد. الحاجة التانية، انت مش بس بتشوف نفسك، العالم كمان هيشوفك وهيشوف انه مصر قد ايه حكومة وشعبا ازاي بيتكاتفوا مع بعض لمواجهة هذه الازمات. وبالتالي وضعك وصورتك الخارجية، تحرك الدولة وتعاملها مع المواطن، ده بيدي يعني انطباع كبير جدا. المواطنين نفسهم، منظمات المجتمع المدني والتعاون والتكون ما بين القطاعات بيقول للعالم ان مصر بدأت تتحرك وتاخد توجه جديد. ده انا شايفه انه استثمار بشكل كبير. إعادة بناء العلاقة ما بين الدولة وما بين المجتمع المدني وما بين القطاع الخاص، دول كلهم ما كانش في ثقة، ما كانش في أي نوع من التواصل، بدأ دلوقتي في الأزمات يتحركوا ككيان واحد لمواجهة أزمات ومشكلات الدولة. وده أنا شايف أنه استثمار، لأنه استثمار على المستوى المادي، لأن أنا بدل ما الدولة بتدفع 2 جنيه هتدفع نص جنيه بس، والمجتمع يدفع كمان نص جنيه، والقطاع الخاص يدفع كمان نص جنيه، هنقدر نوزع. وبالتالي ما احناش محتاجين حد. صحيح. مش طالبين مساعدات لحد. ده بيوضح الصوره المصريه. الحاجه الثانيه بالنسبه حتى للتصريحات التي تمت منذ جنوح هذه الحاويه بان مصر لديها كافه الامكانيات والتقنيات التي تمكنها من الخروج بالازمه، هي رساله للعالم اجمع ان مصر لم تعد دوله معوله ولكنها دوله تستطيع وتمتلك القدرة للاعتماد على نفسها، ولديها الكوادر الفنية والتقنية. صحيح. التي تؤهلها لمواجهة أزمتها. هذه رسالة أخرى تضع مصر في مكانها الحقيقي سواء إقليميا أو دوليا. شرفتنا يا دكتور وسعداء بلقائك، وطبعا حقيقة كانت خلية الأزمة ودارة الأزمة كانت على أعلى مستوى. الكوارث موجودة في كل مكان وبتحصل في أي وقت وليس لها معاد أو زمان، لكن التعامل معها هو اللي يستحق الإشادة بها.
شرفتنا الدكتور صلاح هاشم، استاذ التنميه والتخطيط بجامعه الفيوم، رئيس المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامه ودراسات التنميه. شكرا جزيلا لك يا دكتور. شكرا جزيلا. ده كان استعراض سريع لجهود الدوله وطبعا سبل المكافحه وسبل التدخل السريع جدا لانقاذ ما يمكن انقاذه دائما في الازمات والطوارئ، وده اللي شفناه في الحقيقه خلال الفتره الماضيه اللي احنا الم بينا كذا حدث اليم، لكن جهود الدوله في الحقيقه تستحق الاشاده، والتحرك السريع يستحق الاشاده منا جميعا. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، الى اللقاء.